ما زلنا مستمرين ياكم مشاهدينا الكرام بجولتنا الصباحية، دائما نذكر أن حلقتنا تكون مميزة بوجود ضيوف مميزين. ضيفنا اليوم الست هند خلف صباح، عضو لجنة المرأة في أمانة بغداد. صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. طبعا اسمي هند صباح خلف. هند صباح خلف، مدربة تنمية بشرية من المركز الوطني للتنمية والإبداع، وموظفة في أمانة بغداد، وعضو لجنة المرأة فيها. بالبداية حدثينا أكثر عن حضرتك، المشاريع اللي شاركتي بها. مشاريعي أنا مدربة، شاركت بعدة دورات وورش تدريبية أقيمتها في المركز الوطني، منها ورشة كاريزما الحضور اللي تحدثت عن مفهوم الكاريزما وشلون الشخص يكتسب هذه الكاريزما وشلون تفيده في نجاحه وشنو المتطلبات اللي تتطلب حتى الشخص يحصل على هاي الكاريزما. وكذلك عندي دورة في مجال التطوير المهني، هي ورشة قصدي بعنوان مهارات التميز في العمل، انه الشخص اذا كان ناجح مو شرط انه شهادته هي اللي تنجحه، وانما اكو مهارات تصقل هاي الشهادة. فورشتي هي عن هاي المهارات اللي ممكن انه تساعد الشخص حتى يتميز وينجح في عمله، يتطور، ممكن حتى يطور من نفسه. طبعا اكيد. حدثيني عن عملك السابق كمسؤولة في صفحة المرأة والمجتمع في جريدة صوت بغداد. كنت مسؤولة صفحة المرأة، مسؤولة ومصممة، مسؤولة ومصممة صفحة المرأة والمجتمع في صحيفة صوت بغداد. طبعا استمريت العمل مدة 12 عام، أنا أشتغل مصممة ومعدة لصفحة المرأة والمجتمع. المواضيع اللي كانت تحتوي على هاي الصفحة هي مواضيع اجتماعية تربوية وأسرية خاصة بالمرأة، كذلك مواضيع تخص الشكل العام للمرأة، من اكسسوارات، من مود اخر موديلات، من تنظيف بشرة وشعر وهكذا. يعني المواضيع خلينا نقول كانت شو ممكن نقول حصرا للمرأة فقط. طبعا للمرأة، لان يعني هي المرأة والمجتمع. حلو. زين، ما هو تقييمك للمرأة العراقية وهل نالت حقوقها؟ المرأة العراقية تنال حقوقها في حال كانت اكثر قوة، اكثر شجاعة، اكثر حكمة، أكثر تفاؤل، أكثر حب، أكثر سلام، وأكثر هدوء، وأكثر وقاراً. إنه في حال إنه احتوت جميع هذه الصفات وهذه السلوكيات أو سعت إلى اكتساب هذه الصفات وهذه السلوكيات، أكيد ستنال جميع حقوقها. فالتطوير الذاتي أو تطوير النفس هو أساس لرقي المجتمع. هذا نتكلم بالوقت الحاضر أو الماضي؟ نعم. يعني هسه كلامك هذا بالوقت الحاضر او الماضي؟ يعني هناك من يقول بالوقت الحاضر، هناك من يقول ان المرأة كانت اكثر اشراقا بالوقت الماضي. في الوقت الماضي اكيد كانت اكثر اشراقا، وكانت لها حتى بصمة واثر ايجابي بالمجتمع، خاصة في فترة الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. هاي الفترة ما كان اكو من الوقت الحاضر. اي نعم، هاي الفترة ما كان اكو حروب ولا كان اكو صراعات، فالمرأة هناك برزت اكثر. يعني مثلا بالمجال السياسي، مثلا يعني اكو اول وزيره تولت منصب تعينت بالحكومه هي نزيهه دليمي، اللي هي اعتبرت اول من اثبتت المساواه بين الرجل والمراه قانونيا. هاي في المجال السياسي. اما اذا كان في المجال العلمي، مثلا الدكتوره سانحه امين اللي هي اعتبرت اول فتاه تدخل كليه الطب، واعتبرت من بنات حضاره العراق. اما اذا نجي مثلا بالجانب الثقافي، نجد انه اول فتاه او اول امراه كانت رئيسه تحرير لمجله نسائيه كان اسمها ليلى، هي هاي المجله اسمها ليلى، لكن رئيسه التحرير هي اسمها بولينا حسون. نعم، حيث من يعني من صارت هي رئيسه التحرير دعت بحقوق المراه سياسيا، فهم تركت اثر وبصمه. البعض يعتقد ان الدفاع عن حقوق المراه يعني تجاوز على العادات والتقاليد العشائريه، هل حاولتم تثقيف المجتمع حول هذا الموضوع؟ والله هو مو المجتمع بحاجه الى تثقيف، وانما المراه اذا كانت امراه واعيه، امراه مثقفه، امراه فاهمه، امراه حكيمه، امراه يعني تكون مدركه للاوضاع، امراه عندها اتزان انفعالي، تعرف شلون تحل المشاكل اللي تواجهها، عندها ذكاء، وهذا الذكاء هو اللي راح يساعدها بأن يعني
هو اللي راح يساعدها بان هو راح شو راح تكسب بيها ثقة المجتمع في حال انه حسن النظرة. اكيد طبعا. اكو قول السقراط يقول عندما تثقف رجلا فقد ثقفت فردا، وعندما تثقف امرأة فقد ثقفت أمة بأكملها. ليش لاحظ اليوم أنه إحنا دفاع على الصفحة فالمرأة مهمة جداً، علمها، ثقافتها، شهادتها. المرأة مو فقط أنه تكون مهتمة بمظهرها الخارجي، مهتمة بشكل والموديلات، أوكي هاي مهمة، هاي مهمة الثقافية والعلمية هاي مهمة، أي يعني أكيد لها اهتمام، لكن الاهتمام الأكثر أنه تكون هي امرأة لها أثر، تترك لها أثر وبصمة وتغير، تحاول أنه تغير هذا المجتمع. إحنا مجتمعنا مجتمع سلبي بصراحة، يعني مجتمع محافظ من الصعوبة أن يتقبل بسهولة أي ظواهر جديدة تحدث لأول مرة. أي طبعاً ما يتقبلها بسهولة يعني. صحيح ما يتقبلها، لكن المرأة تقدر أن تأثر بالمجتمع وتغيره نحو الأحسن. كثرة المنظمات اليوم، نشوف كثرة المنظمات ممكن تساعد ولو بشيء قليل حتى لنيل النجاح أو طلب بحقوق المرأة. كثرة المنظمات هي من اسمها كثرة، كل شيء يعني يكثر، كل شيء زايد عن حد المفروض يسند أكثر. لا أي إحنا كثرة المنظمات هي مثل ما نقول إحنا الزيادة كالنقصان. ليه شنو السبب إنه هاي المنظمات اللي كثرت هسه حاليا بس هي ما تسوي فد نتيجة؟ إنه أكيد هنالك يا أما سوء في التخطيط، أو يا أما سوء في التنظيم، يا أما إنه الهدف مو واضح. ولذلك احنا هاي المنظمات كثرتها ما تؤدي يعني الهدف اللي مثلا تغير به المجتمع. المنظمات الجيده، المنظمات اللي تقدر انه تحصل منها فالتغيير انه بالمراه، المنظمات هي اللي تعمل على تطوير كافه الجوانب الحياه المختلفه. مثلا الجانب المالي، نقدر انه عن طريق الجانب المالي تقدر انه تدعم المراه وتطورها وتثقفها وتعلمها، او الجانب النفسي اللي كلش مهم هذا الجانب النفسي، خصوصا بعد هاي الاوضاع اللي هسه احنا دنمر بيها، يعني المراه بحاجه الى دعم نفسي. او الجانب مثلا الاجتماعي، او عن طريق الجانب العملي، او الجانب الترفيهي، هاي الجوانب المهمه اللي بالحياه انه المنظمات إذا عملت وطورت واشتغلت على هاي الجوانب المهمة، أكيد المرأة يعني راح تصير مثل ما نقول إحنا طفرة يعني إيجابية بالمجتمع. وإحنا اللي نشوفه أن كثرة المنظمات ممكن تساعد بشكل جدا كبير، بس هسا أنت قلت زيادة كالنقصان، ما ممكن هذا الشيء. إي مو هي الزيادة دلالة الأهداف ما واضحة. الاهداف ما واضحه هي انت اذا منظمه واحده كافي تشتغل الاهداف واضحه بس شخص ما يشتغل. نعم انا القصد انه كثره هاي المنظمات هي ما تسوي فد نتيجه يعني ايجابيه للمراه، يعني اشوفها انه مجرد بس مساعده، ومساعده وقتيه. احنا نريد حل جذري، حل يشتغل من الداخل، انه المراه بحاجه الى انه تكون تعمل يعني في تطوير ذاتها اكثر، انه هاي المنظمات لو تنتبه انه المراه مو فقط اي مو فقط يعني مساعدات ماليه او هيك شيء، لا هاي ما تفيد، يعني ما تجيب فد نتيجه. حملات تثقيفيه وهيك شيء، حملات تثقيفيه اكيد، هاي كلها ورش، دورات تدريبيه، اشتغل على تنميه الذات، هذا كلش مهم. صحيح. كونك عضو في اللجنة المركزية لتمكين المرأة في أمانة بغداد، أي نعم، ما هي أبرز نشاطاتكم وماذا قدمتم للمرأة؟ أبرز النشاطات هم قدمنا ورش ودورات تدريبية، من أهمها كانت هي دورة تدريبية عن تعرف بقرار 1325، هذا قرار مجلس الأمن اللي هذا قرار مجلس الأمن اللي يدل اللي من خلاله محتواته يدل على العنف ضد المرأة. وأكو هم من دورات قدمناها مو أني طبعاً، هو زميلاتي وياي، عن كيف تمكن المرأة اقتصادياً. وأيضاً عندنا دورة بتعليم السياقة اللي هاي اشتركت تقريباً حوالي بها أكثر من 800 موظفة، دورة تعليم السياقة. وأيضاً عندنا من الأعمال التطوعية، كلها طبعاً أعمال تطوعية، عندنا أعمال تطوعية مثلاً السوق الخيري، دائماً نسوي سوق خيري، الوارد اللي يجينا من السوق الخيري. تعليم السياقة بادر بي طبعاً، أكو عندنا شخص يعني امرأة هاي محرك مال اللجنة، هي الست فضاء وادي حمد، عضو الأساس فيكم يعني. هي رئيسة
وكذلك هي اللي من عندها مثلا الافكار اللي تنطلق بهاي باللجنه. هي السيده فضاء وادي حمد، هي مسؤوله قسم الوعي البلدي، وايضا هي رئيسه لجنه المراه فيها. وطبعا ما ننسى ايضا الدعم والدعم المعنوي والرعايه من السيده ذكرى، الدكتوره ذكرى علوش، رئيسه لجنه نهوض المراه، رئيسه لجنه المراه نهوض المراه. وايضا من هاي نرجع على الاعمال التطوعيه، قلنا مثلا السوق الخيري، كان الوارد مال السوق الخيري او الريع مال السوق الخيري دائما يعني مثلا نساعد بابناء عوائل الشهداء، كان يا اما شهداء حشد شعبي يا اما شهداء مثلا تنسيق النسق مع وزاره الدفاع والداخليه. اي نعم، فاكثر الاعمال هي اعمال تطوعيه خيريه، يعني من يعني تمويل ذاتي طبعا، اللي هن البنات يجمعا تمويل ذاتي، حتى المعنويات تكون ذاتيه وتمويل معنوي. اي نعم موجود. أي نعم. نعم، بالاضافه الى اكو مخيمات كشفيه للاطفال، هاي يعني كل سنه يعني يقيموها بالزوراء، هم يجيبون اطفال اي ابناء شهداء، ابناء الشهداء، وبالزوراء هم يسووا لهم برنامج ترفيهي مع وجبه طعام مع العاب للاطفال، يعني رحله شامله تكون يعني. اي رحله شامله. طيب حضرتك مدربه معتمده في المركز الوطني للابداع والتنميه. اي نعم. شنو الاعمال او الورش اللي ساهمتي بها؟ ذكرتها بالبداية أنه الورش، أكثر الورش هي ورش خاصة بالتطوير المهني، وعندي ورش بالتطوير الذات، فأني على الاثنين، يعني أنا أشتغل تطوير ذاتي وتطوير مهني. تطوير التطوير المهني عندي هاي دورة مهارات التميز في العمل، هي هاي الورشة اللي قدمتها، وإن شاء الله ناويين نقدمها في باقي يعني في أكثر من وزارة، لأن هاي بصراحة هي مهارات لازم كل شخص يتعلم هاي المهارات حتى يطور نفسه. وكذلك عندي ورشة كاريزما الحضور اللي تحدثت عنها بالبداية. حدثينا عن فكرة تعايش التأسيس. أي نعم، مشروع تعايش. مشروع تعايش طبعا هذا بإدارة الدكتور أحمد الجاف، هو مؤسس هذا المشروع. فكرة المشروع تتلخص بإعداد فريق شبابي تخصصي، هذا الفريق مهمته هو نشر ثقافة التعايش بشكل تطوعي وميداني. طبعا أنا بالنسبة إلي قدمت عدة ورش، من ضمنها هي يعني بمحور مشروع تعايش، من مثلا بوزارة الشباب والرياضة قدمت مركز شباب الرصافة، مجموعة من الشباب جمعناهم وعلمناهم عن التعايش، عن فكرة التعايش، شلون نحقق التعايش، شنو هي الآثار في حال انه تحقق التعايش السلمي عندنا في العراق، شنو فائدة التعايش، شنو هي قواعد التعايش. فهم يعني بيها تمارين. استجابة من قبلهم، استجابة للفكرة. أي طبعا استجابة. وآخر ورشة قدمتها بشعبة تمكين المرأة وبوزارة الهجرة والمهجرين، أيضا كان الحضور ممثلين عن وزارات ومنظمات مجتمع مدني، أيضا حضرت في هذه الورشة. طبعا فريق تعايش، مشروع تعايش، هو يتكون من أكثر من 25 عضو، وهذا الفكرة يعني بنت بسنة 2017 العفو، وطبعا بإدارة الدكتور هو أحمد الجاف، هو اللي أعدنا وصمم لنا الحقيبة وبعدها قال لنا انطلقوا. عد رحاله يلا بس. طيب هسه هذا عفوا الوقت الحاضر، مستقبلا شنو المشاريع والخطط اللي محضريها بالمستقبل؟ المشاريع والخطط اللي محضريها طبعا ان شاء الله ناويين نسوي فريق، هم فريق شبابي يحتوي على مدربين من بنات وشباب. هذا الفريق يعني كافه الاختصاص، يحتوي كافه الاختصاص، منها الرياضي ومنها الثقافي ومنها التنميه البشريه ومنها اداره الاعمال. ان شاء الله احنا في اعداد هذا المشروع وان شاء الله سنطلقه قريبا. بالتوفيق. كلمه اخيره استاذ. كلمه اخيره، اني اشكركم، اشكر حضوركم، أشكر الاستاذ علي، واشكر المخرج، واشكر جميع الشباب اللي وراء الكواليس، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لحضرتك. اذا المشاهدين الكرام مستمرين، لكن بعد هذا الفاصل خليكم وياي.